ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، والبدايه دائما مثل كل حلقه بالمعلومه. بمعلومتنا لليوم، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2019 اعتبارا من تاريخ 8/1/2019، ودعت جميع المشتركين لتسديد بدلات المي المترتب عليهم عن العام 2019 إلى الجوبات المختصين أو لدى دوائر التوزيع تابعين لها أو عبر شركة OMT، لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة أونلاين كمان لتحويل الأموال، يلي بتدير كمان معاملات دفع أمني بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت على موقع المؤسسة، وأيضاً بفيزا على المصارف، وأكيد بتعرفوها. ولكن المؤسسة أشارت أنه تحسساً من الظروف الاقتصادية اللي عم بتمر فيها البلاد من جهة، وتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم من جهة تانية، عمدت إلى الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2018 وما قبله بنسبة 90% لغاية تاريخ 30 حزيران 2019، يعني لآخر هذا الشهر. تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2019 لفترة أقصاها تاريخ 31/12/2021، وتقسيط بدلات إصدار العام 2019 لمن يرغب للمشتركين. كمان تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المي بما نسبته 60% لاشتراكات المياه بالعيار و 78% لاشتراكات المياه بالعداد، والإعفاء من بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 100%. وأملت من المشتركين التجاوب مع هالإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ويعتبر طبعاً هالإعلان بمثابة إنذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعاً لعامل مرور الزمن. متابعة. بمتابعتنا لليوم، المؤسسة العامة للإسكان عم تمهل المتأخرين عن دفع أقساط المرحلة الثانية أسبوعين للمراجعة، ومعي مباشرة على الخط رئيس مجلس الإدارة المدير العام روني لحود. يعطيك العافية سعادة المدير، أنت معي؟ إيه نعم معي. يعطيك العافية. يعطيكم ألف عافية. أهلا، يعطيكم ألف عافية. بعرف أنك لا تهدأ يعني من اجتماعات لاقتراحات لمتابعات، وكل الهم هو تأمين يا ريت وفي أقرب وقت إعادة القروض للسكن. ولكن اليوم المؤسسة العامة تعمل كمان مع اللي كمان حصلوا على قروض ومتأخرين على دفع بدلاتهم، من هيك عاطينهم مهلة، شو أهمية هالمتأخرين؟ عن كم سنة؟ قديه في مهل؟ هو بالحقيقة المواطن اللبناني بس يحصل على قرض عبر المؤسسة العامة للإسكان، المرحلة الأولى بيكون عم بيدفع فيها رأس المال للمصرف، المؤسسة عم تدفع عنه الفوائد للمصرف. نعم. بالمرحلة الثانية يعني إذا كان أخذ على 15 سنة، المرحلة الأولى هي بتستمر 15، إذا كان أخذ على 30 والمرحلة الثانية 15. نعم. بالمرحلة بس تخلص المرحلة الأولى بيكون المصرف حصل رأس المال مع الفوائد من المؤسسة، المواطن عليه يدفع الفوائد للمؤسسة بال 15 سنة الثانية. نعم. بعض المواطنين بيستلفوا بس تكون الأموال للدولة اللبنانية، ما بيجوا بيعملوا أوراقهم وبيعملوا اتفاقية جديدة وبيفكوا رهن المصرف وبيتركوا رهن المؤسسة. نحن اليوم بما أنه المؤسسة صارت مكننة ومكننا لجميع أعمال المؤسسة العامة للإسكان، صرنا عم نقدر نعرف بالتفصيل كل شخص وكل مواطن متأخر وعم نبعثهم انذارات، وبذات الوقت عملنا كمان بيان رسمي واجينا اتصالات لحد هلا انه هن ايه كانوا ناسيين او منو منتبهين، يعني في ببعض المطار حس الشيء، العدد منو كثير كبير، ما في شيء بخوف، ولكن قانونيا وبطبيعه الحال انه نحن كمان نبلش ننظر العالم ونلاحق كل هالتفاصيل، لانه كل مواطن بيوفي قرضه اولا بيكون عم يعمل واجباته كمواطن صالح، ومن الناحيه الثانيه كمان بيستفيد مواطن اخر من هالمبالغ.
استاذ لحود، يعني عم تطلب منهم اولا تذكير، ثانيا الحضور الى مركز على الواردات بالطابق الثالث صح. نعم يعني هو لانه بس يجي على الطابق الثالث على دائره الواردات بيكون جايب معه الجداول يلي حصل عليها من المصرف، نعم، مع سك الملكيه حتى نحضر له راو ونحضر له الاتفاقيه. بس تخلص الاتفاقيه بيوصل له اس ام اس، بيجي بيمضي عليها بيستلمها وبيتوجه على المصرف وبيبلش يدفع اقساطاته. وهون نحن بنشجعهم كمان انه يفتحوا حساب مصرفي، تمش كل شهر يتعذب ويروح على المصرف ليدفع، بيكون في حساب شهري عم يتغذى من معاشه او مدخوله وعم يتحولوا بشكل اوتوماتيكي لحساب المؤسسه العامه للاسكان، واللي هم عم يروحوا يدفعوا الوصل تبعهم بالمصرف، ومستقبلا رح يكون كمان في شركات عم بتساعد بهالموضوع، هي حافظ على الوصولات تبعه، لربما صار غلط او شيء غلط تقني بيكون الوصولات معه بيجي بيبرزهم، وبنرجع بندقق فيهم انه الوصولات صحيحين بالنسبه لكشوفات الحسابات اللي معنا، لحتى بنهايه ال 15 سنه القادمه نقدر نسكر له. هون كمان بنذكر شغله، نعم، انه المواطن يلي حابب يسكر دفعه واحده بيقدر يسكر المرحله الثانيه دفعه واحده، كما ما بيقدر كمان يسكرها ضمن 5 سنين او 6 سنين، ما يتركها 15 سنه اذا لقى سنده كثير قليل، لانه اجمالا اللي عم بقصد بالمرحله الثانيه في سندات بتتراوح ما بين 100,000 لل 500,000 600,000، يعني نعم المبالغ منا كبيره. في بعض المواطنين بيقولوا نحن خلينا نسكر بخلال 5 سنوات، علوا لي سندي لحد ال 500,000 ليره، بيكون ساعتها عم بسكر بسنين اقل. نعم. في مهل مثل ما عرفت استاذ روني، يعني في اذا تخطوا المهله للاسف بتضطروا تحطوا بالمزاد العلني، واكيد بعرف انه ما بدكم توصلوا له، من هيك عم بتذكروا. بطبيعه الحال نحن اكيد لنا حق نحطهم بالمزاد العلني، والمحكمه حكمها مبرم لانه هي محكمه خاصه بالاسكان، لانه لو المبالغ كبيره كنا بنفهم انه المواطن يكون مقصر، وقت عم نحكي عن مبالغ صغيره وعن دفعات شهريه كثير قليله معناتها عم بتكون العمليه استلشاء، ولهالسبب ما لازم نتساهل مع المواطنين، اولا ليكون في رهبه قاسيه بالمؤسسه العامه للاسكان اللي هي رهبه الدوله، ومن المنطق الثاني كمان انه كل مواطن شو في عليه يسكر خلي يسكرون، خاصه انه بتاريخ المؤسسه لتاريخ اليوم وبقرار مجلس الاداره ما في اي اعفاءات من اي غرامات تاخير، يعني كل تاخير بيتراكم عليه غرامات ما راح يكون في اي اعفاء او تنزيلات للغرامات. يعني مش مثل بقيه المؤسسات، يعني بيتفقوا وزاره الماليه والداخليه بيعملوا اعفاءات 90% مثلا على الغرامات او شيء، انتم ما عندكم اياها بالمؤسسات. لا، الفرق انه هيديك ضرائب او جبايه، نعم، نحن هون اموال دفعناها عم نستردها، يعني منا عملية انه جباية او ضرائب تنعفي، لسبب الموضوع مختلف، بغير مؤسسات اكيد بيقدروا يعملوها، نحن ما فينا نعملها لانه هيدي اموال عم نرجع نجبيها. نعم. وهون اوريدي نحن دافعينها، يعني نعم، هذا مال عام مفروض يرجع، ولا مرة تسهلنا فيه، ولا في نية للتساهل، وخاصة انه هلا الموضوع تمكنن معناتها صار الضبط اقسى واسرع. نعم. بيبقى في شغله كمان انه كل الوصولات لازم تكون معهم، يعني لانه في ناس يمكن بتهمل هالشيء، ويعني افضل يكون دائما الوصولات معهم، يعني هيدي نقطه كثير اساسيه كمان. اكيد بطبيعه الحال، لانه بمرحله من المراحل ممكن يكون صار في غلط، خاصه الموضوع ما كان ممكنن. نعم. نحن بنطلب من العالم يحافظوا على الوصولات اللي معهم بالمرحله الثانيه، فإذا صار أي غلط يقدروا يبرزوها ونتابع التفاصيل تبعها، وإذا كان في بريليفون أوتوماتيك كمان بتكون العملية أسهل عليهم وعلينا وعلى المصرف. وبالمرحلة اللاحقة مثل ما سبق وذكرنا إنه راح يكون في ممكن شركات متعاونة بهالموضوع للجباية الأسرع والأسهل على المواطن لنسهل له حياته. نعم، المهلة قد إيه أستاذ لحود؟ قد إيه عاطينهم مهلة؟ اليوم نحن حاطين خلال شهر، نعم، ومعهم 15 يوم تيراجعونا، من بعد 15 يوم بنكون بلشنا نروح لتدابير أخرى، وبالشهر بنبلش ننفذه.
بيبقى أقول أنه على كل يلي استحقوا المرحلة الثانية يبادروا فورا إلى المؤسسة لتنظيم أكيد هالمرحلة الثانية، وبالتالي أنه هيك بيكونوا كمان هن هيدي فرصة لقلن إذا حابين بخمس سنوات يقسطوا أو يبقوا على السيستام يلي هن اختاروه من الأساس. هل في شيء جديد بموضوع المرحلة الأولى؟ يعني هل كل منتظم بالدفع أو عندكم كمان مش لحوت كمان المرحلة الأولى عندكم تأخير من الناس لأنه في واقع معيشي معين في كتير ناس تغيرت ظروفها بهالفترة؟ إجمالا بموضوع القروض السكنية ما في ديفولتين كتير عالي، يعني بعض النسبة دون 1%. نعم. لأنه المواطن اللبناني بشكل عام أول شغلة بيعملها بيسكر قرض الإسكان لأنه بيعتبر أنه بيته هو الأساس، يعني إذا ما عنده بيت كل المستلزمات التانية بتصير سنوية قدام البيت. نعم. ويكون مسكن رئيسي يحمي فيه عائلته لسبب بعد النسبة دون 1%، بينما النسبة العالمية هي 7%. يعني هذا الشيء جدا إيجابي ومطمئن لنا وللمصاري. كثير منيح. في طلبات كانت مقدمة اليوم ماشي ولا هلأ واقف كل شيء؟ يعني بس هيك للتذكير. لا، هو عادة نحن بالسنة بينعطى بحدود 5000 طلب إذا بنرجع بآخر خمس سنوات. نعم. بال2018 وقت اللي بلشت الأزمة انعطى فقط 2000 طلب يلي هن كانوا بالبايبلاين. نعم. وفي قسم حتى اللي كان بالبايبلاين البنوك رفضت انها تمشي فيه او تكفي فيه. صحيح. وفي بعض المصارف كانت جدا متجاوبه ومتعاونه وهن تحملوا الفرق الدعم ما بين المصرف المركزي والفايده الفعليه ومشكورين على هالشيء. اما السنه الوضع ما تحسن، في الرزمه يلي طلعت عن سعاده حاكم مصرف لبنان يلي هي 300 مليار أكيد منا كافية لحجم السوق، السوق بيتطلب بحدود 3000 سنويا، و 300 مليار توزعت أكيد علينا وعلى الأجهزة الأمنية الثانية، لأنه بالدولة اللبنانية في 15 مؤسسة وجهاز بتعطي قروض سكنية وكلها من بروتوكولات التعاون مع المصارف. نعم. من ذات الرزمة يلي بتصدر عن المصرف المركزي. نعم. يعني يمكن الجزء اللي بده يطلع للمؤسسة عم نحكي ب 100 لل 120 مليار. في مصارف تجاوبت لموظفينهم ولا تجار الأبنية يلي هن مقصورين أو عليهم سندات للمصرف. نعم. لسببين، السبب الأول أنه المصارف ما كانت كتير محمسة لهالتعميم بسبب الفايدة، يعني 5.5% على المواطن و 4% الدعم، يعني 9.5%، بينما الفايدة الفعلية البي آر آر المؤشر تبع المصارف هو 13.5% على اللبناني. نعم. أي بيعتبروا حالهم بخسارة. والقسم الثاني كل ليره بدهم يدفعوها على القروض بدهم يستبدلوا دولار، يعني بدهم يحطوا دولار بالمصرف المركزي. وهيدي مش بمقدورهم يكملوا، مش مقدورهم يتم. وهيدي لو بمقدورهم ما في حماس عليها 100%، لسبب بقيت العمليه محصوره بكم ملف ما بيتخطوا ال 300 و 400، وهذا الشيء اكيد منه كافي. عم نعمل لحلول ثانيه، ومثل ما سبق واعلن معالي وزير الشؤون الاجتماعيه انه في خطه اسكانيه انجزت بالمؤسسه على امل انه بالقريب العاجل كمان تطلع باتجاه مجلس الوزراء. وبوقتها اكيد بنعطي تفصيل، بتكون امل جديد كمان طبيعي للناس اللي ناطره. انا بدي اشكرك مشروني لحود رئيس مجلس اداره مدير عام المؤسسه العامه للاسكان. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا مع تواصل أكيد يعني عبر فيسبوك. الحل عنا رح أبدأ مع مدام شحادي، بتقول مرحبا، اليوم كنت نازلة من الزلقة على برج حمود، كان عندي شغلة نطرت سيرفيس وشفت اللوجو على سيارة الإجرة إنه كل شيء قانوني إلا السائق كردي، بس طلعت ما انتهيت وقت تحكيت عرفت السؤال. بتسأل هيدي الست ليه الدولة ما بتمنع هالشي، في خطر ما في أمان؟ نحن بعتت لنا صورة كمان. بعدين أنا قلت على برج حمود لف من السبتية، مع العلم كان معه راكب وصله وبعدين وصلني، معقول منكون رايحين وحاطين إيدينا على إيدنا شو هالفوضى؟ وبترجع بتسأل كمان مين المسؤول وكل الوقت قاعد على التليفون. يعني هي المشكلة يا مدام شحادة أنه مريت سائقي السيارات
يعني بيقولوا عال نحن منأجر سيارتنا لسوري لكردي لأجنبي لأي عامل تاني ونحن منقعد خواجات بالبيت وآخر الشهر منقول له بدنا تأملنا هالمبلغ، مع العلم أنه القانون بيمنع تشغيل السيارات والآليات، يعني إن كانت الأوتوبيس ولا كل شيء آليات النقل المشترك أو النقل العام أو أي نقل ممنوع يكون عليه طبعا سائقين أجانب باستثناء يلي عندهم رخص عمل، وبعرف أنه بالشاحنات الكبيرة يمكن، ولكن هيدي فوضى كمان ماشي بهذا القطاع. مع العلم اليوم مثلنا ومثلك عم نتابع وزارة العمل كل الحملات يلي عم بتقوم فيها مشان أنه ما ياخد الأجنبي بدل اللبناني. أنا بتمنى على النقابات هي أنها تضبط الموضوع، وهي أكيد قادرة هالشي. هيدا كمل مع تواصل بشير حسباني بيقول ممكن حدا يفسر لي شو الفرق بين بدل صيانة صرف صحي يلي كلفتنا 25,000 ليرة تابعة للضريبة السنوية لمصلحة مياه بيروت، وصيانة المجرير يلي عم بتكلفنا 60,000 ليرة تابعة للضريبة السنوية للبلدية وشكرا. يعني وكأن عم يدفع المواطن مرتين قضية الصرف الصحي، مرة للبلدية ومرة للمياه لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. صراحة نحن بنعرف أنه وزارة الطاقة هي صارت معنية بموضوع الصرف الصحي. هلأ هيدي الضريبة عم تنزل على البلديات وكمان عم تاخدها مؤسسات المي. أنا أكتر شيء بقدر أنه استوضح أنه تكون محل واحد مش محلين، والأخطر من هيك أنه ما في مرات بمناطق شيء اسمه صرف صحي للأسف الشديد يعني، وهيدي مشكلة المشاكل بلبنان. بنتقل لمزرعة يشوع. بمزرعة يشوع هيدي طريق قرب كنيسة السيدة عم نشوفها، هي هيدي الطريق منا مفتوح يعني بتوصل وبتسكر مع البنايات. أكيد الناس عندها باركينج لسيارة واحدة بنايتها، ولكن كتار عندهم سيارتين وثلاثة كانوا يوقفوا على هالطريق هيدا بليلة ما فيها ضوء قمر. حبوا بالبلدية إنهم يمنعوا وقوف السيارات، ومش بس منعوا عم يعملوا زبوطة. طيب المواطن هيدا نموذج زبط من الزبوطة يلي عم تنعمل. طيب الناس شو بتعمل؟ أولا هيدي منا طريق يعني طريق توقف، يعني منا طريق رسمية عليها دايما سير، يعني هيدي طريق بتوصل لها البنايات، وإذا وقفوا بانتظام لكانت البلدية أمنت مواقف مثلا، أو تحط بارك ميتر أو تحط بارك متر اللي بدهم إياه. بس ما فيها نمنع الناس شو بتحط سياراتها وين؟ كل بيت عنده اليوم أكثر من سيارة، يعني هيدي برسم كمان بلدية مزرعة يشوع. بنتقل لصورة اليوم. بصورة اليوم روجي سعد هو مهتم كتير بموضوع الصيد والطيور، بيقول أشخاص بيقولوا وينية الدولة ما حدا لحقنا بنعمل اللي بدنا إياه، ليش ما منبلش نقول أنا ما بقى بدي أوس، أنا بدي وقف صيد حتى يجي الموسم، أنا بدي أعلم أولادي أنه الصيد ممنوع إلا بمواسمه. ليش بدنا نضل عايشين بالعصر الحجري؟ صرنا بالقرن 21، كبروا عقلكم، تمتعوا بالطبيعة مش بتخريبها وخلص بقى. كلنا بنعرف أنه في وقت محدد للصيد ووقت طويل، فعلى الصيادة يسامحونا. يعني هيدي هالصورة كتير هيك بتصدم صراحة. أنا بعطيكم موعد دايما عبر الـ MTV الحل عنا. إلى اللقاء.